السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على إسلام سليماني، وين يغيب على المباراة تاعه اللي غادي اليوم مع يوم السبت، وين يغيب. وهذه هي وضعية صحية للوضعية الصحية تاعه والعطال وبنجح. احنا وين نقولوا باللي نتمناو حاجه اللي نتمناها انايا كيما نقول لك المباراه ان شاء الله تاع بوركينا فاسو، وين اللعابه ويكونوا كاع حاضرين، يعني حاضرين معنويا بدنيا فنيا، يكونوا واجدين ان شاء الله. خاطر المباراه هذه كيما نقولوا لها نهائي مصغر، يعني ماتش دو باراج مصغر، هذا يعني تحضير المباراة الفاصلة تاع مارس اللي غادي حنا غادي نكاليفو، يعني غادي نكاليفو بدون تأكيد. بصح شتي لا نكاليفو ما غاديش نرقدو، غادي نلعبو على هذيك. نتمنى ان شاء الله بربي تكون عندكم المباراة تاع 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 نوفمبر تكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي وين نتكلموا على اسلام سليماني ووضعية الصحية لعطال وبنجاح. يعني ما عندناش القضية تاع راهم بليسي ولا بنجاح ولا لا، راهم ملاح. هذو قضية تاع في المباراة وين ما كملوش المباراة وصحيح، وين يغيب اللاعب الدولي الجزائري اسلام سليماني عن مباراة فريقه اولمبيك ليون وضيفه نادي موناكو، وين المقررة تنظيمها مساء وين يوم السبت غدا ان شاء الله، وين غادي تكون مباراه اللي تمنينا باش انا واحد من الناس حسب الاخبار وين نتمناو ما حد كيما نقولوا حنايا اسلام سليماني يكون حاضر. ماذا بينا يكون حاضر، يعني مليحه للعابه خاصه هذا الشهر وين شحال غادي يلعبوا من المباراه، يكونوا محضرين بدنيا يعني فنيا للمباراة القادمة، مباراة ماتش دو باراج قبل مارس، يعني باش نتأهلوا مع 10 الأولى. وجاء ذلك على لسان التقني الهولندي بيتر بوس مدرب الفريق ليون في مؤتمر صحفي نشطه أمس، ونقلت فصيلته من تفاصيل إدارة نادي الفرنسي. ولم يوضح المدرب فريق ليون سبب غياب سليماني عن هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة 10 من عمر البطولة الفرنسية، لكن يبدو أن التقني الهولندي ترك الهداف الخوض يرتاح بعد خوضه مقابلتين دوليتين أمام النيجر يوم الجمعة والثلاثاء الماضيتين. وغير أن المدرب بيتر ألمح إلى كثافة الأجندة وضرورة توظيف لاعبيه بالتناوب حتى يستفيد منهم كما ينبغي، وأيضا تفادي الإصابات والإجهاد. يعني هذه اللي خام منها، كان يقول لك علاه ما يلعبوش، لازم يلعبوا الناس على بالكم، راهي برمجة جهنمية. شوف كمل منا محرز شنو له طائرة خاصة جدته على بالك، كمل بالثلاثة الاربع صباح. انا شفتها في الفيسبوك، يعني في الباجا تاع مانشستر يدرب، تحسب اللي ما لعبش البارح، تحسب اللي ما لعبش، تحسب اللي ما كانش في النيجر. واحد كنت بنادم كوزع ما الناس ما عندهم ما يتبعوا، تقولوا لا محرز ما لعبش، يأمنك. صباح العشرة طالقين في الفيسبوك تاع في مانشستر سيتي يلعب يتريني نورمال، يدور في الستاد. يعني على بالك راهي برمجة جهنمية. وراه تكلم عليها جماعة بالماضي، نهار قدامنا نلعبو بالنهار قدامنا نلعبو بالخميس اللي فات، النهار اللي لعبنا مع جيبو مع النيجر بالجمعة، مي قالوا له طرحوا عليه سؤال على محرز راه يلعب ما يلعبش، قالك انا ماذا بيا يلعب مباراة واحدة في السيمانة، قالك ماذا بيا يلعب مباراة واحدة في السيمانة. خلينا هذوك تيك توك اللي مشاعلينها ودايرين محرز باللي محقور، محرز راهي رسلوا له طياره جداتو راحت. مالك ملوك مانشستر سي محمد، ماكم مودي راه يلعب، وراه الاجهاد هذا والاصابه يا الاصابات، ما راحوك سموه بالناصر العام اللي فات ستيفانو من ريحه دو ماتش،
شاهدنا خرجوا الناس تاع تيك توك قال لك بنا وطولي وراهم يخدموا له من خرج وهدر مام الصحافه هدرت وخرج صرح للصحافه قال لهم خايف عليه من الاصابات والاجهاد يعني التعب مباراه انت تشوف لازم مباراه يلعبها من التهنيبو تاعو 90% من التهنيبو تاعو 90% مباراه تبان انت كونت لانتر ولا كونت ميل كونت جوفنتيس ولا كونت ليزيكيب كبار يا يعني غادي يقدم لك 100% سي محمد وراه خاطر مي كمل بارتي العام اللي فات كونت جوفنتيس راقد صوروه في اللوطو راقد حال فمه هو سي محمد طاقه كامله يحطها في الستاد يمشي زعاقة انت حنا تبان بلي راه يجري راه يلعب راه يدار يا ودي تحط ولا صورتو لي بوست تاعهم لي ميليو تيرا هادو لي بوست تاعهم واعرين بزاف لازم طاقه كبيره وكاع اللعابه كاع عرفت شو راه المدرب وين قال لك يحوس بالتناوب يعني المداوره بين اللاعبين عرفت واحد راح بعيد قال لهم اسلام سليماني مين لعب فين لعب غادي بيعاقبوه يا ودي ما يعاقبوش راه هدر نهار الخميس ترى يا مس قال لهم باللي المناوبه من اجل تفادي الاصابات والاجهاد التعب تاعهم وفي الفترة ما بين هذا السبت والآخر يوم من شهر سبتمبر الحالي تنتظر فريق ليو 4 مقابلات في البطولة الفرنسية والدور الأوروبي وين لمقابلة واحدة كل 4 أيام تقريبا كل 4 أيام بارتية يا ما انتوما لازم نتفهموها محرز غوارديولا العام اللي فات محرز كاع تعرفوا به خبراء كرة القدم كاع تعرفوا به لا تعرفوا به لا المداورة والعيادة خاوية ميكمل الموسم العيادة خاوية شافوا في ليفربول عيادة معمرة شافوا خاطش علاه خدم بالذكاء خدم حسب البرنامج اللي عنده برمجة تاع الشامبيونة برمجة تاع الكؤوس محلية برمجة تاع الشامبيونز ليغ برمجة تاع اللاعبين الدوليين يعني خدم بالبرمجة خدم قدامه يحط يلعبوا ما يلعبوش هذو لي ماتش غادي يلعب فيهم محرز نورمال غادي يلعب فيهم نورمال لإشارة فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي بعد عودته رفقة الوفد محاربي الصحراء من النيجر إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء أكد في تصريح إعلامي أن عيادة الخز خالية من لاعبين مصابين ما يفيد أن غياب سليماني عن مواجهة موناكو مرادها إجهاد لا أكثر ولا أقل يعني تعبرك وفي سؤال عن سبب إخراج المدافع يوسف عطال ومهاجم بغداد منجاح عند بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 59 على التوالي قال بالماضي إنه تعمد إخراج المدافع نيس الفرنسي بسبب تلقيه بطاقة صفراء في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول بعبارة أخرى تفادي لبطاقة مماثلة لاحقا وإن لطرد وإن خوف عليه من الطرد يعني أو إقصاء من مباراة القادمة كما نقولوا إحنا كو يلعب كونت جيبوتي ولا تلقى بطاقة صفراء ولا يتلقى غادي ما يكونش واجد على هذيك عرف كيفاش والنقص فانيك النقص البدني تاعو اللي راه في شحال ما لعبش والعودة من الإصابة بزاف صوالح شاهدنا كيفاش الجهة تاعو اللي كانت يعني مصدر خاطر على المنتخب الوطني الجزائري يعني نتمناو يعاود يولي يلعب في نيس يقلع من جديد غادي تكون ان شاء الله تكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري حنا المهم نتفاداو الاصابات المنتخب الوطني يتفادى الاصابات برك هذا مكان حاجه وحده اخرى ما تهمناش هنا يعني يتفادى الاصابات برك لاعبين توانا ما يكونش عندهم اصابات يكونوا كاع واجدين وتكون التشكيله المفضلة تاع جمال بالماضي كاينة تشكيلة مفضلة تاع جمال بالماضي وهي مبولحي عطال بن سبعيني بن عمري ماندي زروقي بن ناصر محرز بلايلي بونجاح وفيغولي هذه هي التشكيلة المفضلة عند جمال بالماضي حنا حاجة واحدة أخرى كما يقول لك إن شاء الله بربي كلش يكون في صالحنا
وين خوف عليه من الطرد يعني وين وبدل وين شعلنا كيفاش والمهاجم السد القطري الذي غادر أرضية الميدان عاصمة نيامي فوق حمالة فأوضح بالماضي أن بونجاح يشكو الإرهاق لا غير ذلك. وشكر الناخب الوطني لاعبيه على الأداء الطيب الذي قدموه في مواجهة يوم الثلاثاء الماضي. بالتوفيق.